السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. الراقصة مايا تدرف الدموع لهذا السبب، تعرفوا على التفاصيل. تداولت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام خلال الساعات الماضية مقطعا مصورا للراقصة مايا وهي تدرف الدموع. ولفتت مايا في الفيديو المتداول الذي كانت قد نشرته عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بالإنستغرام على أنها لا تنتظر من الجميع أن يحبها، مبرزة أنها تظل إنسانا يملك قلبا وأحاسيسا، مبرزة أن كونها شخصا مختلفا لا يعطي بتاتا الحق بشتمها وإهانتها منذ أكثر من 8 سنوات. وبدت مايا متأثرة جدا، كما أنها لم تتمالك نفسها لتغالبها دموعها، وهو الأمر الذي فاجأ الكثير من المتابعين الذين عهدوا مايا بشخصيتها القوية، معبرين عن ذلك عبر خاصية التعليق التي صاحبت الفيديو المتداول. ويشار إلى أن مايا كانت قد كشفت أيضا في ستوري سبقت الفيديو المثير للجدل على أنه قد أسيء فهمها من قبل مجموعة من الأشخاص من الجالية المغربية الذين وجهت إليهم اعتذارها، مبرزة أنها لم تقصدهم بكلامها الذي عاتبت من خلاله سابقا بعض الأشخاص الذين أساءوا إليها، مبرزة أنها قصدت أشخاصا بعينهم أساءوا إليها وعمدوا على شتمها وإهانتها. الفنانة المغربية جميلة البدوي والجريني يعلنان عن مفاجأة جديدة لجمهوريهما. شوقت الفنانة المغربية جميلة البدوي والفنان عبد الفتاح الجريني متابعيهما عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام لمفاجأة جديدة ستجمعهما مع بعض في القريب. وشرع الفنانان المغربيان للترويج لعملهما الفني المشترك الجديد الذي أطلق عليه عنوان شكرا، وذلك من خلال تقاسم البوستر الخاص بالعمل الذي سيبصر النور اليوم الجمعة. ويشار إلى أنه لجميلة البدوي وعبد الفتاح الجريني العديد من الأعمال الغنائية المشتركة لكونهما يعملان مع نفس شركة الإنتاج بلاتينيوم ريكورد، كما سبق لهما أن قدم معا برنامجا فنيا على قناة MBC 5 بعنوان ساعة سعيدة. من جهة أخرى، تحظى الحياة الشخصية لكل من البدوي والجريني بفضول الكثير من متابعيهما، خاصة مع تداول خبر زواجهما سرا منذ سنوات، وهو الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه الطرفان اللذان يعتبران حياتهما الشخصية خطا أحمرا ويصران على الاحتفاظ بهما لنفسيهما. كارمن سليمان وزوجها يستنجدان بالسفارة المصرية لمغادرة المغرب، تعرفوا على تفاصيل. أعلن الفنان المصري مصطفى جاد تخوفه رفقة زوجته الفنانة كارمن سليمان عقب قرار المغرب تعليق رحلاته الجوية لمدة 15 يوما، وذلك عبر تغريدة له بحسابه على موقع تويتر. وغرد مصطفى جاد قائلا: أنا وكارمن مش عارفين ناخد طيارة نرجع مصر عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا، محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة وشكرا. ويشار إلى أن كارمن سليمان قد حلت بالمغرب من أجل تسجيل وتصوير عمل غنائي جديد بمدينة تطوان يجمعها بالفنان المغربي زهير الباهاوي، لتفاجأ بقرار تعليق الرحلات الجوية. ويذكر أن الملحن مصطفى جاد قد طرح مؤخرا أول أغانيه التي تحمل مزيجا بين موسيقى البوب والإيديم، وهي من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى جاد وتوزيع موسيقى مازا، أما الميكس والماسترينج فاليماز ولاتينو. ويذكر أيضا إلى أنه قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من يومه الاثنين الماضي عند الساعة 11 ليلا و59 دقيقة قرار تعليق جميع الرحلات المباشرة نحو المغرب لمدة أسبوعين. ويأتي هذا القرار جراء التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا الذي يعرف، وذلك من أجل الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين.
الدنيا بطمة من الفن والمهرجانات العربية الكبرى إلى إحياء العقيقات والختانة. تعرفوا على تفاصيل. أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفل ختان ابن يوتيوبر مغربية بمدينة القنيطرة مؤخرا كنوع من التحول بنسبة 360 درجة عن مسارها الفني السابق قبل أن يتحول بسبب تدخلاتها في شؤون الغير إثر اتهامها في ملف ما عرف بحمزة منبيبي. وشاركت دنيا بطمة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو من الحفل الذي ظهرت فيه بقفطان مغربي، وعلقت دنيا بطمة على أحدها كاتبة: الله يكمل لك بالخير حبيبتي رانيا فلوغ وأخي إلياس والحجة والحجة. وقد انهالت كالعادة تعليق المغاربة وجمهور الإنستغرام على الفيديو إثر مشاركته، وغالبيتهم تحدثوا عن التحول والنهاية غير المتوقعة لفن دنيا بطمة. نجم مسلسل لعبة الحبار أفضل ممثلة فرقة BTS تفوز بأغنية العام في آسيا أرتست أورد. مع أكبر لم شمل لنجوم كوريا على صعيد الغناء والتمثيل على السجادة الحمراء لحفل جوائز فنان آسيا والمعروف اختصارا باسم آآآ، تم تكريم من استحق الفوز على أعماله لعام 2021 بعد تصويت من الجمهور. إلى جانب بعض العروض التي لا تنسى في هذه الليلة، أقيم الحفل في قاعة KBS أرينا بحضور أبرز مشاهير كوريا، حيث بدأ الحفل مع لوتويك من سوبر جونيور وجانغ وون يونغ، وانضم عدد من مشاهير الدراما الكورية إلى ليلة الاحتفال بما في ذلك هان سيهي ومونغا يونغ ولي سونغي وغيرهم. تفاعل كبير مع لي جونغ جاي على السوشيال ميديا بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل للعام عن دوره في مسلسل سكويد جيم الكوري الذي عرض منذ فترة على نتفليكس. فرقة BTS وكالعادة تسرق الأضواء في أي حدث لتوزيع الجوائز، واستطاعت الفرقة أن تفوز بأغنية العام عن أغنية بوتر. وعلى الرغم من أن BTS لم تتمكن من حضور الحفل، فقد حرصوا على إرسال رسالة فيديو جميلة إلى جمهورهم، وتمت مشاركة رسالة الفيديو على تويتر من قبل المعجبين، حيث ظهر أعضاء الفرقة وهم يرتدون ملابس بيضاء. وقالت BTS بالفيديو: إنه لشرف حقا أن يتم اختيار بوتر كأفضل أغنية من بين الأغاني التي لا تعد ولا تحصى التي تم إصدارها هذا العام. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، ودائما سنأتيكم بالجديد، فقط لا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. استودعكم الله، إلى اللقاء.